ضيف الحسن الكريم مع كلمة طيبة ومع الدكتور أسعد عميد الفضل مشكورا غير مهمة. من جهة يجدر بنا الكلام عندها ومن جهة يجدر بنا الصمت، لكن لماذا نتكلم في الحضرة؟ في تيسير الله من القرآن الكريم بلسان حبيبه المصطفى علمنا أمرا في غاية الجلال وفي غاية الجمال. هذا العلم الميسر بلسان عربي مبين فن في صميم الكلم القرآني. كيف؟ لذلك نعتبر العرب على أي حال متفضلين على البشرية لأنهم سببوا استجرار هذا الوحي الأعظم من السماء، فالعرب كانوا فصحاء بلغاء شعراء يعتقدون أنفسهم أعظم أهل الأرض في فن الكلم، فجاء الإعجاز السماوي ليقول لهم ولكنكم أقل 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 بكثير من إعجاز الإله الذي خلقكم وبرأكم. لكن ربحنا، ربحنا من العرب، ربحنا هذا القرآن الكريم الذي جاء لإقناع العرب بأنهم أقل فصاحة من رب العرب. لماذا نتكلم إذن؟ الكلام فن، بس خذوها لكلمة كلام الآن، كلام اقلبوها اقرأوها من الغرب إلى الشرق، لام كاف لام ألف ميم مشرقة مع الشمس، اقرأوها من جهة الغرب ماذا تصبح؟ مالك، مالك يوم الدين، مالك. فإذا نحن نتكلم ليس بغرض الكلام وإنما لندخل بقلب كلام، يعني ليتجلى لنا قلب الكلام من هذا الكلام. بعد أن سمعت هؤلاء الأخوة كان من العسير جدا، من العسير جدا أن أدخل بالكلام لولا هذه الغاية. الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أئمة التصوف في تاريخ الإسلام، طبعا لغرض من الأغراض كذلك هو يعزي أو يواسي، كان عندما يأخذه الحال يتكلم كلاما غريبا يخرج عن طور يعرفه الناس بأحوالهم العادية، فتلاميذه يغارون عليه، يقول له يا سيدنا هذا الله فيك حكي غريب وعجيب يعني لا يصح، قال له أنا لا أقول هذا الكلام، قالوا له لكننا سمعناك قد قلت هذا الكلام، قال إذا سمعتموني خذوا سيوفكم معكم وإذا سمعتموني قلت هذا الكلام فاضربوني بسيوفكم. جاء إلى الحضرة حكى كلام عادي، الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كلام عادي، ثم أخذه الحال، عندما أخذه الحال بدأ يتيسر بلسانه كلام آخر، فطابقوا على نيته وضربوه بسيوفهم ولكن سيوفهم لم تصب شيئا، لأنه لم يكن الشيخ عبد القادر الجيلاني عند ذاك
هو المتكلم، ولكن الحضرة كانت تبث طيوبها من خلال لسانه. كان لسانه قد يسر إلى كلام غريب في مثل القحطية ولا تقول. فإذا أقول إننا نتكلم ليس بغرض الكلام أبدا، ولكن بغرض أن ندخل في قلب كلام، يعني أن نشعر أننا صرنا في حضرة مالك. وعندما نشعر أننا في حضرة مالك يوم الدين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، تلك الغاية القصوى. أين الموت عند ذاك؟ عندما تكون الحضرة هي القادر، هي الحي، هي المالك، ما الموت؟ إذن رحم الله أبا العلاء المعري، كان يقول: يا أخي من يملك الدنيا؟ من يملك الآخرة؟ بطبيعة الحال الجواب معروف لدى الجميع، فكيف يعني لدى الناس عموما، فكيف إذا كان الناس الذين يسمعونني الآن من علية القوم ومن أكابر أهل الفهم وأهل الشرف، هذا أمر تكفي الإيمان ليفهموا أكثر مما تستوعبه عباراتي المحدودة الآن.